أعود إلى سارة ومهيرة. شكرا يا لين. شكرا لين. برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة اللجوء إلى مدربين متخصصين في تنمية القدرات البشرية أو ما يعرف باللايف كوتش، وذلك بهدف مساعدتهم نحو تحديد وتحقيق الأهداف الشخصية على مختلف الأصعدة المهنية والاجتماعية والعائلية. فهل هذه الطريقة ناجحة؟ ومن هم هؤلاء المدربون؟ وهل هم فعلا مؤهلون؟ سنتعرف على مفهوم اللايف كوتشينج والإجابة على كل هذه الأسئلة. ينضم إلينا في الاستوديو المدرب باسم التركاوي، مدرب تنمية قدرات بشرية أو اللايف كوتش. باسم صباح الخير. باسم في البداية خلينا بس نعرف المشاهدين، يمكن هو اللايف كوتشينج ككونسبت أو كفكرة كمفهوم جديد نوعا ما على العالم العربي، لو تحدثنا عنه ما هو، شو الهدف منه؟ أولا شكرا على استضافتكم لإلي اليوم، أنا سعيد أن يكون معكم اليوم. الحقيقة بيتصادف هو كمان مع اليوم الأسبوع العالمي للكوتشينج اللي هو بيكون من الفترة من 18 إلى 22 مايو. في تعريفات كتيرة لشو هو الكوتشينج بالحقيقة، بس أنا اخترت تعريف يمكن يكون شامل رح أحكيه وبعدين نحكي عنه بالتفصيل أكتر. التعريف هو بيقول أنه هو علاقة تشارك بين المدرب والشخص المستفيد من هذا التدريب. أيوه. بهدف إطلاق القدرات الكامنة وإثارة التفكير الذكي لدى الشخص المستفيد لإحداث تغيير حقيقي في حياته. خلينا نفسرها بالتفصيل. شو بتعني؟ لا يمكن خلينا نعطي أمثلة أكثر عشان بس نفهمها أكثر. يعني مثلا الشخص إيش الجوانب في حياته اللي ممكن تخليه يلجأ للايف كوتش؟ لايف كوتشينج اليوم صار بحر، يعني نعم. صار في لايف كوتشينج متخصص بالأعمال، لايف كوتشينج متخصص بالوظيفة أو بالعلاقات الشخصية أو حتى بالعلاقات الزوجية. نعم. صار اليوم مثل الطب، صار في تخصصات بالطب نفس الموضوع. بس حابب أرجع شوي أوضح شو معنات التفسير اللي عطيته لللايف كوتشينج. علاقة تشارك المقصود فيها أنه هو المدرب والشخص الآخر هم بعلاقة متساوية، علاقة متوازنة، يعني مش مثل علاقة طبيب ومريض أو علاقة أستاذ وطالب. مهمة المدرب هو مجرد تسهيل وصول الشخص المستفيد إلى الحل. الحل بيكون جاي من الشخص المستفيد نفسه، وبالتالي هي ما فيها لا عملية نصائح ولا عملية إعطاء حلول. أما فيما يخص طيب إذن شو فيها، يعني شو التقنيات؟ يعني أنت كلايف كوتش، أنا جيت عندك أو أنا وسارة جينا لعندك، كيف ممكن تحسن يعني من الأساليب اللي بيستعملهم الكوتش هو كالآتي. أول شيء بنسأل أسئلة بنسميها أسئلة ذكية اللي هي ممكن تاخد الشخص إلى أماكن إما هو مش عارفها عن حياته أو أماكن هو عم يتجنب أنه يروح عليها، يعني تدفعه للتفكير في الذات. بالضبط. أو بالإنجليزي من قلهم open questions، يعني أسئلة ما بيكون الجواب لهم بنعم أو لا. على سبيل المثال ممكن يجي شخص لعنا يقول موضوع الكوتشينج هو أنه أنا مرهق. ممكن يسألوا الإنسان هل أنت مرهق بالعمل أو مرهق بالبيت أو مرهق بكذا، جواب لهالأسئلة هذول بيكون نعم أو لا. طب ما يروح الأسئلة البديلة طبيب نفساني. بالضبط. نعم. يروح عن طبيب نفساني، ليش يروح عن طبيب نفساني؟ سؤال كويس. الطبيب النفساني يتعامل مع الموضوع وكأنه الشخص عنده مرض وبالتالي يجب علاجه، بينما الكوتش ينظر إلى الشخص على أنه شخص كامل مكتمل، مجرد بحاجة إلى أنه يغوص بأعماقه ليأخذ هالقدرات الموجودة بداخله. أيوة. ليقدر يحسن حياته. طيب. وبالتالي مش علاقة مريض وطبيب. يمكن هو مريض فعلا محتاج في علاجة. ممكن نحن بالكوتشنج أحيانا لما بنتوصل لمرحلة منلاقي أنه لا في حالة مرضية بنحولهم على أطباء نفسيين. الكوتش هو حتى نوضحها للمشاهدين، يعني هي أكثر مثل شبيه بمدرب بالجيم. أنت اليوم فيك ما تروحي على الجيم بالمرة وما رح يصير أي شيء على حياتك، مش رح لا سمح الله تموتي أو يصير أي شيء عليك. أو ممكن تروحي لحالك على الجيم وتحققي نتائج معينة، بس إذا بتحطي مدرب ممكن توصل لنتائج أفضل بالنسبة لصحتك. يعني تماما نفس الموضوع، هو تحفيز للحصول على نتائج أفضل. طيب بس الحين الآن موجودين يعني كثير لايف كوتشز كلهم مثلا يقول لك أنا عم أتدرب في المركز الفلاني، أنا عندي الشهادة الفلانية وهكذا، كيف نقدر نفرق بين الشخص فعلا المؤهل لإعطاء النصيحة والشخص غير المؤهل أو المضطرب حتى هو يمكن بحاجة لمساعدة؟ الحقيقة هذا كلام سليم 100%، ولذلك صار في جهات اليوم بتقوم ب
بإعطاء درجات لللايف كوتشز. نعم. يعني مش أي لايف كوتشز اليوم في يدعي إنه لايف كوتشز، في جهات مخولة بتعطيهم في تصنيف لللايف كوتشز. هاي الجهة هي اسمها ICF أو International Coaches Federation، هي اللي بتحدد دراسة هذا الشخص، عدد ساعات الخبرة اللي قام فيهم، اختصاصه. وبالتالي اليوم أي شخص بحاجة إنه يدور على كوتش في روح على ICF ويشوف مين الكوتش المتعارف عليه أو الأبروفد بالمنطقة اللي هو موجود فيها ويتعامل معه. طيب طبعا ذكرت الاسم بس خلينا نعيده تاني، ICF اللي هي ترمز لماذا؟ International Coaches Federation. International Coaches Federation. اليوم صار في ايضا معاهد ومدارس كثير بتعلم الكوتشنج، يعني كمان الشخص، في اشخاص يمكن عم يسمعونا حابين يتعلموا هذه المهنه، كمان يكونوا حذرين باي مدرسه بيروحوا عليها، لانه اليوم ممكن يروحوا يدرسوا 3 ايام او شيء بيعطوهم شهاده وبقول انا صرت لايف كوتش. هي شوي اعمق، هي شوي اعمق من هيك، بس صار يعني صار مقنن او صار في طيب. سيطر على هذا الموضوع. للي حابين كما ذكرت يدرسوا هالموضوع، نعم. لو تحدثنا بشكل مختصر يعني كم مدة الدراسة، على إيش تشمل الدراسة، يعني كيف أنت تعلمت وصرت لايف كوتش؟ هو الحقيقة بحر، يعني أنت بتحدد لأي مرحلة، مثله مثل أي علم تاني، فيك تخلصي ببكالوريوس أو فيك تأخذ ماجستير أو فيك تأخذ لهذا. كدراسة بشكل عام يعني مبدئية لنقول شيء بعادل البكالوريوس ممكن خلال سنة تقريبا دراستها، بعدين ممكن تأخذي كمان سنة، طبعا فيها امتحانات وفيها عدد ساعات معينة من الكوتشنج، مثل البايلوت بالطيارة لا ياخذ اللايسن تبعيته لازم يعمل عدد ساعات معينة من الكوتشز. طيب باسم يعني إذا أنا رحت عند لايف كوتش وفي نفس الوقت حتى يعني الناس كثير مثلا بتلجأ أنه تقرأ كتاب متخصص مثلا في أسلوب تحسين الذات أو يحضروا كلاسز معينة من هذه اللي بتحمسك للتغيير والأفضل في حياتك، دائما التحدي هو الاستمرارية. نعم. كيف يمكن تحقيق هذه الاستمرارية؟ هون بيجي عمل الكوتش. لما نحن بنكون لحالنا بيكون شوي الإنسان ممكن مشاغل الحياة تقدر تاخده أو يرجع للروتين تبعه. نعم. في بالإنجليزي منقول accountability أو شخص الالتزام بالمسؤولية. أحد مهام الكوتشنج بعد ما يوصلوا لتحقيق الهدف من الحابب يوصلوا المستفيد من الكوتشنج، بيوضعوا خطة عمل ماذا يجب تحقيقه خلال أي فترة من الزمن، وبصير مهمة الكوتش أنه يتابع مع هذا الشخص ويشوفه هل تم التحقيق، إذا ما تم التحقيق شو الأسباب من هيك، ومساعدته على الاستكمال. من ضمنها مثلا يحط أنه أنا حابب أتزوج ولازم أتزوج خلال سنة، أنت ممكن كلايف كوتش تساعده مثلا؟ أو نحن مسؤوليتنا مش أنه ممكن يجي الشخص لعنا يقول أنا مشكلتي أنه أنا حابب أتجوز خلال سنة. نعم. هذا هو الموضوع تبع الكوتشنج. من خلال عملنا اللي هو أنا بلش أشرح الأسئلة، نقدر ناخذ الشخص لأماكن معينة أو نخليه يشوف الموضوع من ديفرنت من زاوية مختلفة. نعم. ممكن هو عم يشوف أنه هذه مشكلة كبيرة بحياته. نعم. بعدين تحب تاخديه على مكان آخر تشوفي طيب إذا استمر بهذا المشكلة شو الموجود، شو المتاح له، أو إذا تجوز شو الموجود أو شو المتاح له. لما بيفتح آفاقه وبصير مطلع أكثر على الشيء بصير الوصول إلى الهدف أسهل. يمكن الميزة الأساسية في كل هذه الأشياء أن الواحد يعني شوي بيفكر في نفسه وبينظر داخليا إلى النفس. هي بيت القصيد والالتزام بالتغيير كمان. أيوة. يعني تحدي عاد الصراع حق الحياة. طبعا كان معنا في استوديو المدرب باسم التركاوي، مدرب تنمية قدرات بشرية. شكرا لك لتعريفنا على هذا الموضوع. شكرا لكم. طبعا